معنا باستوديو الدكتور نبيل نجا، رئيس جمعية الزهايمر لبنان وطبيب شيخوخة. أهلا وسهلا فيك. موضوع كتير مهم، الألزهايمر، يلي يعني من كم سنة بلشنا فعلا نتعرف عليه أكتر وأكتر، لأنه الحياة مع مريض الألزهايمر صعبة كانت، لأنه ما كنا عم نفهم شو هو هيدا، شو هي هالمشكلة. كنا يعني وأوقات كانت بتكون كتير كبيرة وتقيلة على الأهل، يمكن حتى أكتر ما تكون على مريض الألزهايمر. اليوم صرنا عنا معلومات أكتر، صرنا عارفين أكتر كيف بدنا نتعامل، ولكن على الأرض بعد فيها مشاكل. خبرنا في كتير مشاكل، بس طمنتي لي على شغلة، يعني معناتها نحن بالجمعية عم نقوم بالدور يلي لازم نعمله، يلي هو توعية الناس حول المرض وحول طريقة العناية بالمريض. هلأ لا شك أنه مثل ما حضرتك بتعرفي، مرض الألزهايمر هو منه بس مرض بيصيب المريض، ممكن كل العائلة تتأثر، لأنه العائلة كلها هي اللي بدها تهتم فيه، وخصوصا بغياب ضمان الشيخوخة عنا بلبنان. يعني هيدي صرخة من عندكم لحتى نقول أنه هالمسألة كبار السن وخاصة المرضى منهم لازم نضمنهم. هلأ طبعا هالمرض هو إذا بنحكي بشكل عام عن شو هو، هو مرض يفتك بخلايا الدماغ نتيجة تراكمات معينة يلي هي بروتينات بتضر الدماغ، وتؤدي إلى تراجع بكل القدرات الذهنية وبالتالي أيضا بكل القدرات الجسدية. يعني ببلش الواحد يمكن ينسى موعد، ينسى رقم تليفون، أو ينسى اسم واحد بيعرفه، ولكن مع الوقت بيصير بينسى اسم ولاده، ممكن ينسى أشياء كتير مهمة بحياته، ممكن يصير عنده مشاكل كتيرة. منشان هيك هالمريض بيوصل لمرحلة هو ما بقى يقدر يتحكم بكل حياته، وهو بحاجة لعائلته أو لعائلة تانية تحتضنه. يعني إذا ما عنده عائلة كتير قريبة، هون بده يلجأ لمؤسسة أو يلجأ لجمعيات لحتى تعتني فيه. ومنشان هيك طلعت هالجمعية لحتى تقدر تساعد الأهل والمريض لحتى يكون عنده نوعية حياة أفضل. تساعدهم كيف وبأي طريقة؟ هيدي يعني الألزهايمر منه مرض عنده دواء مبدئيا، ومرض مزمن. شوفي، لنحكي عن مسألة الدواء، لأن هلأ كتير الأبحاث عم تشتغل بسرعة كتير رهيبة. يعني نحن بنعرف أنه مرض الألزهايمر كتير بيكلف. إذا بعطي مثل بس بأمريكا، شو بيكلف الحكومة الأمريكية؟ أكثر من 200 مليار دولار بالسنة بيدفعوا على مرض الألزهايمر. فإذا لهيك صار في كتير أبحاث، في هلأ كتير أدوية عم تتجرب، وأنا بتصور أنه نحن هلأ صرنا أول شيء نفهم أكثر شو هو المرض، نفهم شو عوارضه، نعرف كيف شخصه. بالنسبة للعلاج، خلال سنتين أو ثلاث سنين في أدوية كتير جاية بدها تغير مسار مرض الألزهايمر. بالوقت الحالي الأدوية الموجودة منا أدوية علاجية، ولكن أدوية تؤخر تطور المرض لبينات ما يجي هالعلاج الجديد. فإذا هون أهمية أنه نعمل اكتشافات مبكرة للمرض لحتى نعرف نعالجه بالشكل السليم. فإذا في علاجات منا شافية، ولكن لازم نتبعها. منشان هيك نحن بالجمعية عم نعمل حملات توعية بكل الأراضي اللبنانية، وعم نشارك بمؤتمرات عالمية بهالموضوع. عملنا حملة مسح مبكر ب 14 قضاء بلبنان، عملنا بالتعاون مع البلديات ومع وزارة الشؤون الاجتماعية، عملنا سكرينينج، عملنا مسح لعدد كتير كبير، مئات من المسنين اللي ممكن يكون عندهم ألزهايمر، وطلع عنا تقريبا 25% منهم عنده ألزهايمر. من جملة المساعدات اللي عم نقدمها كمان غير حملات التوعية والشرح عن المرض، هي حملات السبورت جروب ميتينج اللي بنعمله، يعني برامج دعم الأسرة داخل المكاتب. بيجوا أسرة عم تعتني بالمريض، منوجههم ومنقول لهم كيف يعرفوا، يعني كيف يعتنوا فيه، بإرشادات من بروفيشنالز، من ناس متخصصين. خاصة أغلبية الأوقات بتكون أول مرة، يعني بيكون واحد عم يتواجه مع هيك وضع. صحيح، ما بيكون بيعرفوا. وهن بيصيروا بيساعدوا بعض، يلي عنده شوية خبرة أكتر بيصير يساعد الشخص الجديد. عم نعمل نحن ضغط، عملنا كتير كبير على المؤسسات الضامنة، لدرجة أنه أدوية الألزهايمر مش بس صارت بتغطيها المؤسسات الضامنة، يعني ضمان وتعاونية وجيش وكل هالأمور، صارت تقدم مجانا بوزارة الصحة. فإذا اللي عنده مريض ألزهايمر ما يخاف، حتى لو كان العلاج غالي، إذا بتقرير من طبيب متخصص مع تقييم لقدراته الذهنية
المجانية بيقدر يجيب الدواء مجانا من وزارة الصحة، ونحن كثير بنشكرهم بهالمناسبة. دكتور نجا، مرض الألزهايمر فإذا كمان عنده يعني عوائب على الجسم جسدية طبعاً. عنده يعني بيولد أمراض معينة أو مشاكل معينة؟ لا، ما بيولد أمراض، ولكن بيولد عجز تدريجي. يعني الإنسان يلي بيكون بلش يصير عاجز ذهنيا، يعني ما قادر ياخد قرارات بحياته أو في أمور أساسية بينساها، بيصير مع الوقت ببطل هو يقدر يأكل مثل ما لازم، يمشي مثل ما لازم، يصير عنده ما بيقدر يتحكم بأمور حياته اليومية. يعني إذا بتعطيه ليفة وصابونة بتقلي له شامبو وفوت تحمم، ما بيعرف شو بده يعمل. فإذا من هون كمان نحن عم نعمل برنامج بدنا نطلقه بأيلول، نبعت بروفيشنال تيم، فريق عمل متخصص لمساعدة الأهل بالبيوت، وهيدا نحن بحاجة لدعم كتير كبير لننفذه. لأن في ناس بيقدروا يحطوا نورس واثنين وثلاثة، في ناس بيقدروا يجيبوا فيزيوثيرابيوت على البيت، ولكن في ناس كتير ما عندهم القدرات المادية. نحن الجمعية بدنا نعمل هالبرنامج لمساندتهم، وهيدي بتصور نقلة نوعية، لأن نحن هلا ما بقى عم نقول لهم تعوا لعنا لتتعلموا، نحن رح نروح على بيوت ورح نفوت على بيوتهم لنساعدهم جوا. الأدوية لكن شو رح تعمل بالتحديد بال يعني المشكلة ككل، والأدوية وين بتبلش وبأي مرحلة؟ الأدوية الموجودة حاليا بتأخر تطور المرض. يعني خلينا نعطي أمثلة ملموسة. إذا مريض بده يصير عنده سلس بولي، يعني بنعرف بده يحط كوش، إذا من بعد سنتين حط كوش أو بعد 4-5 سنين، يعني يلي بياخد دواء معناتها عم نأخر هالمضاعفات تبع المرض. وعم نحكي عن دواء ولا عم نحكي عن أدوية؟ عن مجموعة أدوية. ببعض الأحيان منضطر لدمج الأدوية. في الأدوية تبع العوارض الثانية، يعني واحد ما عم بينام بالليل، ما منقول ما بدنا نعطيه دواء، لا منساعده. يمكن الغذاء ما عم يتغذى مزبوط، منعطيه تغذية. ولكن الأدوية الجديدة اللي هلأ بدها تطلع، وأنا بحب أحكي عنها لأن الناس كتير حابة تعرف إنه هل في أمل. نعم، عم بيصير في أمل. الأمل مش بكرة، بس الأمل خلال سنتين ثلاثة إن شاء الله. في عنا أدوية عم تشتغل كيف تطلع هالبروتيينات المضرة من الخلايا يلي حكينا عنها، يلي قلنا ممكن نقدر نوصل. في عنا أدوية بدها تمنع وجود هالبروتيينات المضرة من قبل بعشرين سنة أو 15 سنة من بداية العوارض. يعني لما الواحد بيكون عمره يمكن بثلاثين سنة هو عم يعمل تراكمات، حتى على 60 سنة يصير يظهر عليه العوارض. وفي عنا أدوية هلأ نحكى فيها كتير بالألتراساوند، أكيد بالموجات الصوتية يلي بتقدر تفتت هالبروتيينات، وبالتالي الإنسان يتخلص منها. كلها هيدي مسائل ضمن التجارب، ولكن قطعنا المرحلة الثانية، صرنا بالمرحلة الثالثة من التجارب. يعني بعد عندنا مرحلة لنشوف إذا بتطبق على الإنسان. رح ناخد وقفة صغيرة دكتور نجا ونرجع لعندك لحتى نشوف الوقع النفسي على العائلة وعلى المجتمع القريب لما بيكون في مريض ألزهايمر بالبيت. دكتور نبيل نجا موجود معنا اليوم، وموضوعنا هو الألزهايمر. وصلنا تنشوف الوقع النفسي إذن على أهل المريض، على حتى مجتمعه القريب، على كل محبينه. بالأول الوقع النفسي بيكون صعب لأنه بفترة معينة وبتبقى الفترة قصيرة، يعني بيتغير الشخص وبيصير علاقته مختلفة معه. وهيدا الوقع النفسي بيأثر كتير على تطور المرض. يعني نحن إذا ما عرفنا استوعبنا المسألة من البداية، معناتها نحن رح نعقد الأمور، وبالتالي بده يصير في اكتئاب مع المرض، وبالتالي بتصير العوارض كتير بتصير أسرع. الوقع النفسي على المريض بالأول، خاصة إذا مريض شخص كتير كان أكتف ونشيط وعنده نشاطات اجتماعية وثقافية، ما بيتقبل الفكرة، وعلى محيطه يلي هو بيكونوا حاطينه بمكان كتير هالي كتير كبيرة، هيدي بالبداية يعني الواحد رفض الفكرة. هلأ هيدي طبعا على الطبيب أنه يشرح، وعلى الطبيب أنه يقول لهم لازم نعجل بالعلاج حتى نأخر تطور المرض. ولكن الوقع الأكبر هو لما بيصير في عبء جسدي على المريض. يعني لما المريض بيصير عنده، بالإضافة
خلال عجز العقلي، عجز جسدي، بيصير ما بقى عم بينام بالليل أو عم يتهيأ له شغلات أو عم يتوتر بالليل أو يمكن يفتح الباب ويهرب ويظهر ونحن نترك كل أشغالنا لحتى نفتش عليه، هيدا الوقع النفسي الكبير خلى أنه يصير في جمعيات كثيرة بالعالم. فإذا هيدا الوقع النفسي يلي نحن بنشتغل عليه بجمعيتنا، ولهيك كمان عملنا مثلا رقم أخضر لحتى نقدر نفتش عن نساعد الأهل لحتى نفتش على المريض. بقى هيدا الوقع النفسي بكتير من الأحيان بيجبرنا أنه نعالج مقدم الرعاية، نعالجه نعم. يعني نعطيه إدوية أو نعطيه حتى ببعض الأحيان إرشادات معينة. مقدم الرعاية 100% مقدم الرعاية نحن بدنا إياه، لأن نحن العائلة اللبنانية بهمنا أنه تبقى مترابطة. يعني بيقولوا لنا شو أهدافكم بالجمعية، نقول لهم الهدف الأول المحافظة على الترابط الأسري، هيدا اللي بيحسدونا عليه بالغرب، هيدا اللي بيقولوا لنا أنتم كيف تقدروا تعملوا هالشي. يعني بعدنا لهلأ الأولاد وحتى مش الأولاد، يعني ممكن يكونوا الأخوة أو أولاد الأخوة هن مقدمين رعاية، ببعض الأحيان الجيران بيكونوا مقدمين رعاية. هالمسألة هيدي اللي إلها نكهة شرقية لبنانية عم نحاول نحافظ عليها، ولهيك منهتم بمقدمين بس الرعاية. يعني دكتور نجا 24 ساعة في اهتمام بمريض الألزهيمر 100% 100% هيدا فول تايم جوب. يعني اللي بده يهتم، لهيك نحن ننصح عدول مقدمي الرعاية والأهل إنه يتناوبوا، منقل لهم كل واحد فيكم بده فرصة. المشكلة اللي منواجهها الأقرب شيء له هو بده يصير يقدم كل الرعاية، بعد شهر شهرين ثلاثة هو بيصير يتعب. من البداية نحن منوجهه منقل له أعطي غيرك شوي، ريح حالك شوي، لازم يكون عندك شوية حياة خاصة حتى أنت تقدر تستمر. أكيد. وهل مريض الألزهايمر واعي على شو عم يصير كل الوقت؟ بالبداية نعم، ببعض الأحيان بالبداية نعم، بالبداية بيعرف أنه هو عم بيصير عنده هفوات، عم بيصير عنده مطبات عم يوقع فيها. ممكن هو يرفض الفكرة وممكن هو يطلب المساعدة، علينا نحن نشرح له. بتصور هلأ من حق الناس أنه تعرف، وخصوصا أنه صار في عنا الناس عندها وعي وعندها ثقافة، بتشوف تلفزيون، تفوت على الانترنت، يعني بتتعلم اكثر. دكتور نبيل نجا رئيس جمعيه الزهايمر لبنان، اهلا وسهلا فيك، شكرا لجهودكم وللمعلومات اللي قيمه اخذناها اليوم، واكيد نرجع نتابع هالموضوع اللي فيه كثير التفاصيل ان شاء الله. شكرا لك مشاهدينا، وقفه هلا وبنرجع نتابع نحن وياكم مع واتسون ام تي في، خليكم معنا.